أهرام المسائي متعب يعيد الثقة لهجوم الأهلي، ألقى الناس يتألق بقوة في التدريبات ويقود الأهلي في المراحل المقبلة بالدوري. الأهرام علمني الصيد ولا تعطيني سمكة، شعار الأهلي للوصول إلى منصات التتويج. الوفد عبد الحفيظ زيدان أول صفقات الأهلي. الوفد الهلال مش عاوزين زيدان. أخبار اليوم إبراهيم حسن يلعب في دماغ شباب الأهلي. أخبار اليوم جوزي يرفض شيكابالا وعودة المعارين. الوفد أحمد علي ينفي مفاوضات الأهلي. الجمهورية الأهلي يرفض اختبار الأفارقة. مصر اليوم فضل يغيب عن الأهلي لنهاية الموسم وجوزي يحدد مصير جيانك. الشروق الاتفاق السعودي يرصد 300,000 دولار للتعاقد مع أسامة حسني. الوفد فرانسيس يشرع في قتل صحفي. مصر اليوم الأهلي ووكالة الأهرام يرفضان الاتهامات حول عقد الرعاية الجديد. خبر المصري اليوم النهارده بيقول الأستاذ عاصم خليفة رئيس وكالة الأهرام للإعلان، بيقول موقفنا سليم، مستعدون لخضوع عقد الرعاية الجديد للدراسة من جميع الجهات المسؤولة، وحسن حمدي مشرف على الوكالة فقط. ده تعليق الأستاذ عاصم خليفة. أيضا الكابتن محرم الراغب مدير عام النادي الأهلي قال إن الأهلي اسم كبير يفرض نفسه وأن المعلن يبحث عن البطل فقط لرعايته، وقال حقوق الرعاية ليست تبرعا أو هبة ولكنها مكاسب مشتركة لسعي المعلن للربح من خلال رعاية الأسماء الكبيرة. ده كلام مهم جدا، ومن الكلام الحلو قوي اللي أنا سمعته في هذا الموضوع امبارح في جريدة الأخبار دكتور علاء صادق عامل امبارح نص صفحة عن هذا الموضوع أو أكتر من نص صفحة كمان. فعلا اللي عايز يفهم، واللي عايز يستوعب الموضوع واللي عايز يفهم قيمة النادي الأهلي والنادي الأهلي يقرأ هذا الموضوع. أخبار امبارح دكتور علاء صادق عامل حاجة مهمة جدا وربطها بموضوعات عالمية أخرى خاصة بالجولف اللي هو بطل الجولف العالمي، وبرغم انه نبعت شويه ولكن ما زالت ارباحه وبيحصل على ملايين، وربطها بطريقه وبشكل طبعا ده اسلوب الدكتور علاء اللي عايز يفهم الموضوع، لكن اللي مش عايز يفهم ده هو حر بقى وعايز يقول ليه وعشان ايه وبتاع ايه والكلام اللي انتوا سمعتوه الايام اللي فاتت ده وايه ده اللي بيحصل ومظاهرات ونروح للنائب العام ونروح للمجلس العسكري ومش اللي هو الشغل اللي ملوش لازمه ده، لكن دي اللي كاتبه الدكتور علاء للي عايز يفهم بس واللي عايز يستوعب واللي عايز يبقى زي الاهلي، لكن اللي عايز يتكلم وخلاص يتكلم بقى خلاص بقى. مش هيفهم اصلا الدكتور علاء كاتب ايه يعني. مجلس اداره النادي الاهلي بيستعد لعقد اجتماع خلال ساعات قليله مقبله لاعتماد وتوقيع عقد الرعايه الجديد مع الاهرام للاعلان، والتي فازت بحقوق النادي الاهلي مقابل 141 مليون جنيه مقابل لمده 3 سنوات وايضا 3 معسكرات في كل عام، ويتم خلالها لعب مباراتين والاقامه في فنادق 5 نجوم. بينوي مجلس اداره الاهلي لعقد مؤتمر صحفي لتدشين عقد الرعايه والاجابه عن الاستفسارات والتساؤلات. وانتاب مجلس اداره النادي الاهلي على مدار الايام الماضيه حاله من السعاده الغامره بعد الانجاز الكبير الذي تحقق. أكد سيد عبد الحفيظ أن محمد زيدان سيكون أول صفقات النادي الأهلي للموسم الجديد، وأشار عبد الحفيظ أن العائق الوحيد الذي يمنع الأهلي من التعاقد مع زيدان هو تواجده في معسكر المنتخب الوطني. الهلال السعودي قال إن احنا مش عايزين محمد زيدان، وقال إنه كان مش من ضمن خياراتنا للموسم الجديد. أحمد علي بيقول مفيش أي مفاوضات تربطني بالنادي الأهلي، وبيقول إن أنا هرجع لنادي الإسماعيلي لأن أنا مرتبط بعقد مدته 3 سنوات. ده مروان الجوزي رفض فكرة حضور مهاجمين أفارقة للاختبار في النادي الأهلي خلال الفترة الباقية، قال إن الفترة الباقية ما تستحملش في ضغط من مباريات كبير جدا ومباريات كلها حاسمة وحساسة، فمفيش وقت لاختبارات الأفارقة في الفترة القادمة. المصري اليوم بتقول النهاردة إن محمد فضل تأكد غيابه عن الفريق حتى نهاية هذا الموسم لأنه يعاني من تمزق شديد في السمانة. ده بالنسبة